صنعاء تعلن بدء صرف المرتبات لهذه الشريحة الواسعة من المجتمع، وهذا ما يحدث حالاً في مكاتب البريد بالأمانة والمحافظات. تفاصيل عاجلة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. استكملت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات إجراءات ضخ المبالغ النقدية للبريد للبدء بعملية صرف النصف الثاني من معاش شهر مايو 2020 للمتقاعدين المدنيين. وأوضح رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات إبراهيم الحيفي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن عملية الصرف ستتم عبر مكاتب البريد في أمانة العاصمة والمحافظات بدءا من اليوم، وعلى المتقاعدين ووكلاء المستفيدين التوجه إليها مصطحبين الوثائق المطلوبة. ونوه بكل الجهود التي شاركت وساهمت في تجاوز كل الصعوبات والتعقيدات الناتجة عن تفاقم وزيادة مشكلة نقص السيولة النقدية بسبب نقل وظائف البنك المركزي، فضلا عن السياسات العدوانية الممنهجة على الاقتصاد الوطني التي أدت إلى أزمات كارثية في كافة القطاعات الخدمية والإنسانية والمصرفية، وأخرت دفع المعاشات التقاعدية ومرتبات الموظفين عن موعدها المحدد. وأشارت حكومة صنعاء أن الهيئة وفي إطار اهتمامها المستمر بشريحة المتقاعدين والتخفيف الدائم من معاناتهم بسبب العدوان والحصار، تسعى جهيدة لانتظام صرف المعاشات التقاعدية رغم الصعوبات التي تواجهها. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.